وعند حضورهما طلب عمر بن الخطاب من المصري أن يقتص من ابن عمرو بن العاص فضربه يعني بمثل ما ضرب، ثم قال له اجعلها على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. يعني ما كان له أن يفعل هذا إلا لأنه يحتمي في جاه والده والي مصر. فقال يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربني. فقال أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. ثم قال عمر قولته المشهورة والتي ذهبت مثلا سائرا تردده الأجيال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم التفت إلى المصري وقال انصرف راشدا، فإن رابك ريب فاكتب لي. عندما رأى أهل الذمة عدالة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى أخذوا يتوافدون على دمشق يرفعون ظلامتهم إليه للبت فيها. وحصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى طفرة غير عادية، كان المعدل مجيء الناس يرفعون الشكاوى إليه ارتفع جدا بصورة لم تحصل من قبل في أي في عهد أي خليفة أموي، لا قبله ولا بعد. وكان أهل سمرقند من أوائل من تحركوا لرفع مظالمهم إلى عمر، فقد ذهب أهل سمرقند لواليهم سليمان ابن أبي السري فقالوا إن قتيبة بن مسلم غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا، وقد أظهر الله العدل والإنصاف فأذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنا إلى ذلك حاجة. فأذن لهم فوجهوا منهم قوما فقدموا على عمر، فكتب لهم عمر إلى سليمان بن السري إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم، فإن قضى لهم. شوف الدقة والتحري، يعني لازم حد يكون إيه، دي خصومة فلازم يستمع من الطرفين يعني. فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم قتيبة. يبقى المسلمين يتركوا البلد خالص بعد ما فتحوه، يتركوه وخرجوا، القاضي حكم إن هما فعلا غدر بهم أو ظلموا، فيخرج المسلمون بجيشهم خارج المدينة ويبقونهم في داخلها كما كان الأمر من إيه من قبله. فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم أن يغلبهم قتيبة. فأجلس لهم الوالي سليمان القاضية جميع بن حاضر، فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم، قضى أن يجلوا عن البلد ويخرجوا وينابذونهم على سواء، يعلنوا لهم أننا سوف إيه نقاتلكم، ما يكونش في غدر، فيكون صلحا جديدا أو ظفر عنوة. فقال هؤلاء الناس أهل سمرقند نرضى بما كان ولا نجدد حربا، مع هذا التخير قالوا نرضى باللي حصل ولا نجدد حربا، وتراضوا بذلك. وقال أهل الرأي حكماءهم قالوا قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم، فإن حكم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر، وإن لم يكن قد اجتلبنا عداوة في المنازعة، فتركوا الأمر على ما كان وردوا ولم ينازعوا. فهل في التاريخ يعني حدث مثل هذه السماحة والعدالة، جيش يدخل بلدا ويتمكن منها ثم يحكم قاضي المسلمين بخروجه بعد أن تمكنوا منه؟ زيادة في حرص عمر بن عبد العزيز في حماية أهل الذمة ومنع ظلمهم، أصدر مجموعة من التعميمات على الأمصار، منها أولا تخفيض الجزية المفروضة على النصارى في كل من مصر وقبرص وأيلة. إيه أيلة دي؟ هي إيلات. إيه إيلات اسمها إيه إيلات؟ أم رشراج ده ميناء مصري صرف لكن سرقه اليهود. ميناء إيلات اللي هو المنفذ الوحيد لليهود على
يعني البحر الأحمر طبعا ده ميناء اسمه أم الرشراش مصري. تخفيض الجزية المفروضة على النصارى في كل من مصر وقبرص وأيلة ونجران، وكان لا يأخذ من أهل أيلة أكثر من 300 دينار، وهو المبلغ الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أيلة عليه وهو في تبوك. أمر عامله في الكوفة زيد بن عبد الرحمن بالكف عن إرهاقهم فكف، وكتب إلى عامله على الخراج عقبة بن زرعة الطائي استوعب الخراج واحرزه في غير ظلم. أوصى بني أمية بعدم مضايقة أهل الذمة، فعندما أراد أمراء بني أمية أن ينساحوا في الأمصار أخذ عليهم ألا يفسدوا على أهل الذمة وألا ينالوا من أحد من الرعية. وروى الحاكم ابن عمر الرعيني أنه شهد مسلمة ابن عبد الملك أحد كبراء أمراء بني أمية يخاصم أهل دير إسحاق عند عمر ابن عبد العزيز بالنعورة، فقال عمر لمسلمة لا تجلس على الوسائد وخصماؤك بين يديه، لأنه كان جالسا إلى جانب عمر بن عبد العزيز، قال لا تجلس على الوسائد وخصماؤك بين يديه، ولكن وكل بخصوماتك من شئت وإلا فجاثي القوم بين يديه. فوكل مولا له بخصومته فقضى عليه بالناعورة. وجاء وفد من يهود مصر إلى عمر بن عبد العزيز يتظلمون من القاضي عبد الله بن حجيرة الأصغر، مدعين أنه قبض منهم مالا ولم يعده، فأقر بن حجيرة أنه قبضه منهم وادعى أنه أعاده إليهم. فقال عمر فهل عندك بينة؟ فقال لا. فقال غارمت يا ابن حجيرة وضمنت، يبقى لابد تدفع لهم المال. ثم تذكر ابن حجيرة أن له بينة فشهد له رجال منهم عبد الله ابن لهيعة. كان من نتيجة سياسة التسامح التي اتبعها عمر بن عبد العزيز مع أهل الذمة أن بدأ أهل الذمة يدخلون في الإسلام بأعداد كبيرة. ويروى أن حيان بن شريح عامل مصر كتب إلى عمر بن عبد العزيز إن أهل الذمة قد شرعوا في الإسلام وكسروا الجزية، بعدين يدخلوا في الإسلام وأصبح ما فيش جزية بقى بناخدها منهم. فكتب إليه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا، فإن كان أهل الذمة أشرعوا في الإسلام وكسروا الجزية فاطوي كتابك وأقبل، انتهت وظيفتك، اتركوا يدخلون في الإسلام. وقدم ذمي من أهل حمص على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في دمشق فقال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله، قال وماذا؟ قال إن العباس بن الوليد اغتصبني أرضي والعباس جالس. فقال عمر ما تقول يا عباس؟ قال إن أمير المؤمنين الوليد أقطعني إياها وكتب لي بها سجلا. فقال ما تقول يا ذمي؟ قال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل. فقال عمر كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك، أردد عليه ضيعته يا عباس، فردها عليه. وكان عمر بن عبد العزيز يسأل البريد عن أحوال أهل الذمة ويطلب من عماله مراجعة السجلات والدواوين المتعلقة بأهل الذمة وأن يزيلوا كل ظلم وقع عليهم، فقد أرسل إلى بعض ولاته استبرئ الدواوين فانظر كل جور جاره من كان قبلي من حق أهل الذمة وردوا. نتيجة لنزاهة وعدالة القضاء الإسلامي أخذ أهل الذمة يفضلونه على قضائهم، فكانوا يعني يتنازعون فيما بينهم من المشاكل إلى القضاة المسلمين. وذكر أن الشعبي كان إذا وجب على أحدهم أداء اليمين أرسله القاضي مع أحد أعوانه إلى البيعة أو الكنيسة يستحلفه. لقد فضل أهل الذمة الرجوع إلى قضاة الدولة الإسلامية دون زعمائهم الروحيين، لأن معاملة القضاة المسلمين لهم كانت أكثر نزاهة وأفضل من القانون المفروض عليهم في المحاكم الكنسية. ويبدو أن ظاهرة التحاكم إلى القضاء الإسلامي لاقت عدم ارتياح من رؤساء المحاكم الدينية لأهل الذمة، لذلك ألف الجاثليق تيموثيوس حوالي سنة 815 هجرية
كتابا في الأحكام القضائية المسيحية لكي يقطع كل عذر يتعلل به النصارى الذين يلجؤون إلى المحاكم غير النصرانية بدعوى نقصان القوانين المسيحية. البحث ما زال له يعني ذيول، لكن يعني كما أشرنا في مقدمة الكلام هذا يعطينا، وإن كان الجواب لما يكتمل، لكن هو يعطينا سرا آخر من أسرار هذا الانتشار المذهل والمدهش لدين الإسلام في أفاق الدنيا في أقل من 50 سنة لأسباب كثيرة. من ضمن هذه الأسباب كما بينا هذا التسامح والعدل الذي طبقه المسلمون على أهل الذمة. ما زال الحديث بقية، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.